نصل إلى المحور الأخير من 90 دقيقة، وأستقبل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ في المفاوضات الاستراتيجية دكتور فيصل مصلح. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يخليك، شكرا يعني اسم الله عليك، كثير من المواضيع يمكن البحث فيها معك فيما يتعلق بموضوع العلاقات الدولية اليوم. نعم. على صعيد كل ما يجري إن كان دوليا أو إقليميا، في ظل كل التحولات اللي بلشنا يمكن نشوفها على الصعيد الإقليمي مع مجيء بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة، هل نحن أمام تحول في المقاربة الأمريكية، خليني أقول، لمنطقة الشرق الأوسط؟ بلشنا نتلمس هذا التحول، أم أننا أمام يعني تغيير في آلية أو في السياسة اليوم القائمة اللي شفناها مع إدارة ترامب؟ بالضبط سيدتي، هو تحول وتحول استراتيجي كبير في السياسة الأمريكية، في مقاربة السياسة الخارجية الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة ترى أنه يجب أن نحاور من كنا نحاربهم، يجب أن نحاور من نعاديهم، يجب أن نحاور ما كنا نسميهم بالإرهاب. يقول أحد المفكرين الفرنسيين هو زمن الإرهاب الجميل. فرنسا تريد أن تقول هذا، الولايات المتحدة تريد أن تصنع إرهاب جميل، أي ما كانت تحاربهم، من كانت تحاربهم في أفغانستان، تحاورت معهم طالبان، تحاورت معهم في قطر، أنشأت تسويات وترتيبات في أفغانستان، ومن ثم أمنت انسحاب نوعا ما، كان نوعا ما هادئا. الولايات المتحدة تحارب إيران، وإيران هي ضمن محور الشر، وهي رأس محور الشر حسب المفهوم الأمريكي طبعا، تتحاور معها وعليها عقوبات، والحرس الثوري على العقوبات عليه عقوبات، وهي تتحاور مع إيران. أيضا ربما نشهد في القريب تحاور مع العراق من أجل أيضا تأمين انسحاب هادئ. والقوة الفاعلة في العراق هي الحشد الشعبي، يجب الاعتراف بهذه القوة الواقعية التي هي تستطيع أن تؤمن الانسحاب الهادئ للولايات المتحدة من العراق. أيضا ربما نشهد تحاور مع الرئيس بشار الأسد في سوريا لتأمين عبر وسيط فرنسي أو روسي أو عبر أي وسيط آخر، من أجل تأمين انسحاب هادئ من شرق الفرات وضمان المصالح الأمريكية. إذا الولايات المتحدة اليوم تريد ترتيب المنطقة بعد فشل المشروع الكبير الذي كان يقوم على التفتيت والتقسيم الذي أفشل عبر إيران وحزب الله وروسيا وسوريا طبعا. اليوم تريد ترتيب هذه المنطقة أو ترتيب خسائرها والمغادرة إلى آسيا من أجل احتواء الصين. بس هذا يعني ترك المنطقة أم يعني أنه لا منروح إلى مقاربة مختلفة اليوم تضمن فيها مصالحها ومصلحة إسرائيل؟ بالضبط، الولايات المتحدة لا تزال تملك الأوراق القوة، وهي دولة قوية، إنما تعرض المشروع لهزيمة في المشرق العربي في سوريا والعراق ولبنان، أو مشروع الربيع العربي برمته. يمكن الحديث عن هزيمة؟ هذه نعم، تعرض لهزيمة بمعنى الهزيمة، لأن الهدف كان هو إسقاط سوريا، تفتيت سوريا إلى كيانات، إلى طوائف، إلى دول دينية تبرر وجود إسرائيل الديني، يهودية يعني. هذا كان الهدف من الشرق الأوسط الجديد والفوضى البناءة، أو العلاج بالصدمة، شوك ثيرابي كما كانوا يصفونها. هذه المشاريع كلها انتهت. اليوم الولايات المتحدة تريد أن ترتب هذه الخسارة، ولا تزال تمتلك العديد من أوراق القوة لترتب خسارتها في هذه المنطقة، ولكن لا يمكن ترتيب هذه الخسارة دون الحديث مع الدول الفاعلة التي كانت تواجهها. على سبيل المثال إيران. إذا يمكن الحديث عن تحول أساسي بالمقاربة الأمريكية إذا بدك لترتيب الخسارة، واللي اليوم يرتب عليها مثل ما حضرتك عم تقول إجراء حوار مع كل من عادتهم الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة السابقة. بالضبط هيك أيضا، والتنسيق ووجوب التنسيق مع الفاعل الروسي الذي هو الأقوى والأكبر في المنطقة. اليوم كل ما نراه هو سببه لقاء القمة الذي حصل في جنيف بين الرئيس بوتين والرئيس جو بايدن، حيث نشأ هذا الضوء الأخضر الذي بدأنا نستشعر فيه به في المنطقة. نرى اليوم هناك تقارب من قبل الأردن باتجاه سوريا، صحيح. تقارب باتجاه مصر باتجاه سوريا، وفود وزارية لبنانية تزور سوريا، انفتاح خليجي على سوريا. كل هذا سببه هو الضوء الأخضر الذي أعطته أمريكا لحلفائها في المنطقة، وهذا اللي يؤسس قد يؤسس لا خليني أقول أنه اليوم يعني مش رايحين إلى مرحلة حروب بشكل كبير واضح، ولكن هل هذا يعني بأنه نحن ذاهبون إلى التسويات المنتظرة، أم أنه بعدنا بمرحلة انتقالية قبل الوصول إلى هذه التسويات؟ نحن في مرحلة انتقالية تتجه نحو التسويات، ولكنها لا تتجه نحو الحروب. اليوم الولايات المتحدة تريد ترتيب الوضع في سوريا على قاعدة إنشاء أو تفعيل اللجنة الدستورية من أجل إعداد دستور جديد في سوريا يضمن دخول أطراف للمعارضة داخل البرلمان السوري،
تريد أيضا أن تؤمن حماية معينة للأكراد أو وضع أو خاصية من حكم ذاتي أو لا مركزية إدارية في مناطق الأكراد، حماية للأكراد، وتريد أن تضمن بعض المصالح الحيوية الاقتصادية لها. وبالطبع الأعلى وفي الهرم بالمصالح الأمريكية هو حماية إسرائيل. ربما هناك تسويات معينة في الجنوب السوري في درعا، لا زلنا لا نعرف ما هي هذه التسويات في هذه المنطقة، ولكنها منطقة حساسة تهم أمن إسرائيل. هون سيلعب الروسي دور الضامن فيها برأيك؟ ربما، ولكن الدور الإيراني أيضا هناك فاعل، ودور حزب الله أيضا فاعل. هذه منطقة معقدة جدا، لا زلنا لا نعرف بالضبط ما هو شكل التسويات في هذه المنطقة. ربما يكون هناك تسويات على مستوى أن روسيا تكون ضامنة وفاعلة في هذه المنطقة، ربما تخفيف لهذا الوجود الإيراني في هذه المنطقة يقابله تخفيف للوجود الإسرائيلي في أذربيجان على حدود إيران. هي تسويات واسعة في المنطقة يعني والإقليم، يعني هذه دول كبرى لا تنظر فقط إلى منطقة معينة، هي تشتغل في جميع هذه الدول، يعني تعطي هنا وتأخذ هنا. يعني في أثمان سياسية بالمقابل طبعاً. بطبيعة الحال طبعاً. يعني بهذه في ظل هذه التحولات، خليني أقول إن كان على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي، نفهم أكثر ظروف ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي دكتور، وبالتالي هيدا اللي أدى إلى اليوم هذه الولادة اللي شفناها كمان كانت بسرعة، يعني خليني أقول قياسا على كل الحكومات السابقة. طبعا جاءت هذه الحكومة في ظل هذا التقاطع الدولي، في ظل هذا التراجع الأمريكي نوعا ما عن المشروع الكبير الذي كانت تسير فيه، جاءت هذه الحكومة في هذا الوقت. لا يمكن أن يحدث حكومة في لبنان دون الموافقة الأمريكية. لولا التراجع الأمريكي في هذا الوقت لما كنا شهدنا ولادة للحكومة اللبنانية. الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لفرنسا، فرنسا تحركت فورا باتجاه إيران، وطبعا إيران لم تكن المعرقل في إنجاز حكومة في لبنان، لذلك رأينا ولادة سريعة للحكومة في لبنان. وحسن حظ الرئيس نجيب ميقاتي كان أنه هو المرشح الأبرز، وولدت الحكومة بهذا الشكل. هي عبارة عن تسوية نوعا ما إقليمية ودولية، يعني عم تقول هي معادلة فرنسية إيرانية بدفع أمريكي. بدفع أمريكي طبعا، الدفع الأمريكي هو أساسي، هو المعطل. الدافع الأمريكي هو كان المعطل، أوكي. عندما أعطى الضوء الأخضر تحرك الفرنسي، هو المساهل إذن. وبالطبع قبل الإيراني، لأن الإيراني لم يكن معطلا لهذا. بس قد ايه حيكون في انعكاس اليوم يعني الأزمة المستجدة بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة على خلفية صفقة الغواصات، وبالتالي هيدي سيكون لها تداعياتها أو تأثيراتها بشكل مباشر على حكومة الرئيس ميقاتي والواقع الداخلي اللبناني أم لا برأيك؟ في الحقيقة رب ضارة النافعة قال، ربما هذه الأزمة قد تنعكس إيجابا على الحالة اللبنانية أو على الحالة في سوريا والمشرق العربي. طبعا اليوم فرنسا تلقت صفعة كبيرة بسبب أزمة الغواصات، خسرت خسارة اقتصادية كبيرة. قال الوزير الخارجية الفرنسي أنها تعتبر طعنة في الظهر وخيانة، وفرنسا حردت لفترة ولم يعد الرئيس يرد على الرئيس الأمريكي. طبعا اليوم ربما الولايات المتحدة تتجه إلى إرضاء فرنسا في مكان آخر في لبنان، وأن يكون في ليس فقط في لبنان، في لبنان وسوريا وفي العراق. العراق طبعا حساس العلاقات، يعني شفنا العراقية صفقة توتال، وشفنا يعني مبلغ 27 طبعا مبلغ دولار 27 صحيح. مليار دولار. وفرنسا ستبقى حتى لو انسحبت الولايات المتحدة ستبقى كاستشاريين وكعلاقات اقتصادية. هذه الصفقة يعني سبقت صفقة التوتال بالعراق، سبقت صفعة الغواصات. نعم، ولكن الولايات المتحدة لم تكن تشجع هذه الصفقة، وربما كانت ستعارضها أو توقفها. أما اليوم بعد قصة الغواصات التي حدثت في بحر الصين الجنوبي مع أستراليا، يعني اليوم الولايات المتحدة تراجعت عن أي معارضة لهذه الصفقة، وهي تقبل بها وتقبل بدور أكبر أيضا لفرنسا في هذه المنطقة. لأن البعض يعتبر أنه قد نكون أمام يعني إذا بدك بنود خلافية قد تتظاهر، أو تناقضات أمريكية فرنسية تحديدا، هنا تناقض المصالح فيما يتعلق بموضوع مرفأ بيروت، فيما يتعلق بموضوع الغاز والنفط في لبنان، وقد تتظاهر في المرحلة المقبلة. والبعض كمان وضع سياق يعني تظهير أو اليوم إعلان إسرائيل عن البدء
بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو المنطقة المتنازع عليها، بإطار الرد على المسار اللي بدأ فيما يتعلق باستخدام السفن الإيرانية ومسار التسهيل اللي بلش بالواقع الداخلي اللبناني. قديش يمكن الربط بين هذه الأمور؟ قبل ما أفوت إلى يعني كمان طرح أسئلة حول ملف ترسيم الحدود، ما هو منتظر؟ في الحقيقة أرى أن اليوم الولايات المتحدة تعطي مجالاً وهامشاً واسعاً لفرنسا لتتحرك في هذه المنطقة، لأن هذه حاجة للولايات المتحدة اليوم وهي رغبة فرنسية. اليوم هذه المنطقة تعتبر منطقة نفوذ تاريخي لفرنسا في سوريا وفي لبنان. في لبنان يزداد هذا النفوذ لأن هناك حالة من العاطفة والمحبة متبادلة بين الفرنسيين واللبنان، هي حالة خاصة على فكرة بالعلاقات الدولية، عاطفية حالة تاريخية. يعني في الحقيقة أنا تعلمت في فرنسا وعشت في فرنسا ترين المحبة للبنان لدى الفرنسيين، لدى الطبقة السياسية، لدى الأكاديميين. إذا هذه حالة خاصة اليوم. اليوم الولايات المتحدة لا أرى في المنظور القريب أنها ستعرقل المساعي الفرنسية في هذه المنطقة، بل بالعكس ستساهم أكثر على مساعدة فرنسا، لأن فرنسا تمثل الناظم اليوم للمصالح الأمريكية في المنطقة. اليوم الولايات المتحدة تريد أن تنسحب كقواعد عسكرية كبيرة موجودة، 7 قواعد في العراق، قاعدة التناف وفي دير الزور، تريد أن تتمركز في الأردن. من الأردن طبعا الانسحاب الكبير نحو بحر الصين الجنوبي، ولكن القوات الباقية ستتمركز في الأردن، وفي الأردن ستدير منطقة المشرق العربي ومصالحها في هذه المنطقة برعاية الفرنسيين، طبعا بتفويض الفرنسيين في يعني هذا الموضوع. يعني ستفوض فرنسا إذا بدك بهذه المنطقة بحسب اللي حضرتك عم تتفضل فيه بما يضمن مصالحها بالضبط. إذا استمر الرئيس جو بايدن أكمل ولايته، إذا لم يعود الرئيس ترامب، نحن نرى اليوم أنه في الولايات المتحدة تحرك جديد للرئيس ترامب، هناك شعبية ربما متزايدة للرئيس، ربما الرئيس لن يكمل ولايته، هناك حديث كثير عن أن الرئيس يعاني من الخرف. صحيح، يعني هذا اللي بلشنا نسمعه بشكل كبير، بلشنا نسمع هذه الموجة، ربما لم يكمل أو ربما يكمل، ولكن طالما أن الرئيس جو بايدن موجود أعتقد أن هذه الاستراتيجية للديمقراطيين ستظل سارية في المشرق العربي. يعني بهذا المعنى لبنان سيقطف ثمار إذا بدك هذه التحولات، وهي يعني تأتي لصالح لبنان إذا عرف استثمرها. طبعا خلينا نشوف قديش نحن أمام فرصة، يعني عم تقول فرصة مؤاتية، ولكن قديش نحن رح ننجح بتلقف هذه الفرصة على صعيد كمان ترتيب علاقتنا اليوم، إن كان مع أشقائنا العرب وإن كان على صعيد حماية ثرواتنا وخصوصا النفط والغاز. بما يتعلق بمقاربة لبنان لملف ترسيم الحدود، وبنعرف انه اليوم في راي يقول بانه نحن عم نقطف ثمار كل ما بعرف اذا فيني اقول استهتار او خلاف او تناقض او تباين اداره هذا الموضوع فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود، وقديش يحق لنا اليوم الشكوى او تقديم شكاوى الى مجلس الامن بالوقت اللي نحن المرسوم اللي يجب ان يتم التوقيع عليه لم يتم التوقيع عليه، وفي اسئله كثيره مطروحه حول هذا موضوع. ما كيف يعني اليوم تقارب هذا الأمر؟ الحقيقة هو موضوع محزن هذا الموضوع، وموضوع فيه شيء من الغرابة أنه نبعث بالوفد المفاوض ونحمل هذا الوفد السقف العالي الذي يقول على 2239 كيلومتر، وهو حق لبنان نعم، ومن ثم لا نتمكن من توقيع المرسوم يثبت هذا الطلب. صحيح، كيف طلبت من المفاوض يروح يفاوض على هذا السقف وانت ما عندك قدرة توقع هذا الطلب؟ هذا شيء غريب. اليوم بالمفاوضات اسمح لي من باب المتخصص بالمفاوضات، اليوم اول شيء تدرسي الميز والويز والانس، يعني الوسائل والامكانيات، وتدرسي الهدف. طيب ما كان في اي دراسه لاي شيء بهذا الموضوع، يعني حطينا سقف عالي ونحن هذا الهدف اللي عم نحققه منه قادرين نمضي عليه، منه قادرين نراسل الامم المتحده، يعني لبكنا الوفد المفاوض ولبكنا نفسنا. علينا سقف التفاوض للحصول علينا على سقف التفاوض، هو حقنا اوكي بجهه حق، ولكن لا لم نملك القدره على التوقيع. وانا اقول اليوم مين منعنا؟ لا تملك الحكومة اليوم القدرة على التوقيع. اليوم إذا أرادت الحكومة رئيس الجمهورية أولا لم يوقع على المرسوم، الوزراء وقعوا طبعا كانت شيء كتير مهم تشهد لهم. رئيس الجمهورية تأخر في التوقيع، اعتبر أنه يجب أن يكون هناك حكومة، ليس حكومة تصريف أعمال وحكومة بس. ما لأولى فتوى استثنائية آنذاك ورجع صار في توقيع عليها وتم إرسال المرسوم إلى رئاسة الجمهورية.
الجمهورية. ليه عند عن رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية أراد أن يكون مجلس الوزراء مجتمعا، والرئيس حسان الدياب رفض هذا الموضوع، بس راحوا إلى لأولى تخريجي. انتظر رئيس الجمهورية حتى ولادة حكومة جديدة. أوكي. اليوم يجب أن يرسل هذا المرسوم إلى الحكومة الجديدة لتوقع هذا المرسوم. أعتقد أن هذه الحكومة لا تتمكن من التوقيع على هذا المرسوم. لماذا هذا الاعتقاد؟ سبب الخوف الأمريكي تبني. اليوم من خوف من ردة الفعل الأمريكية. أنا أنصح الرئيس نجيب ميكاتي على أن يوقع وأن يشد على يده، لأنه هذه حق لبنان. ولكن أعتقد الرئيس ميكاتي الذي يسير بين الألغام اليوم ويحاول أن يسترضي الجميع ربما لن يذهب إلى صدام في الأيام الأولى مع الولايات المتحدة في هذا الموضوع. ليه؟ لأنه اليوم ربما اليوم نرى تفاوض، اليوم حديث أكثر عن تفاوض ليس فقط على الساحل، على ربما على مزارع شبعة وعلى تلال كفرشوبة. ربما يفتح الملف بطريقة أخرى دون أن نوقع هذا المرسوم، نعود إلى المرسوم الذي أرسلناه إلى الأمم المتحدة عام 2011. طيب. ربما يتم إقناع اللبنانيين أنه بدل خط هوف اللي بيعطيكم 500 كيلومتر مربع اللي هو كان ممكن إسرائيل توافق عليه، ننقل ل 860 كيلومتر مربع اللي هي كلها أنتم كنتوا يعني عم تطالبوا فيها، ونرجع نعمل إرضاءات معينة بمزارع شبعة وبتلال كفرشوبة. يعني كمان من جيبتنا، من حقنا بتلال كفرشوبة. بس كأنك عم تقول أنه في قطبة مخفية بهذا الإطار، وبعد اليوم حط هذا الموضوع مثل ما أو فتح فيه بازار إذا بدك لي شو لذهاب إلى الحصول على يعني أثمان سياسية بالمقابل. الحقيقة السبب الرئيسي في عدم توقيع المرسوم اليوم هو الخوف من الولايات المتحدة ومن عقوبات الولايات المتحدة. اليوم الولايات المتحدة، نحن ذاهبين اليوم للحديث مع صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تهيمن عليه الولايات المتحدة، كل شيء يتم عرقلته في حال عارضت أو في حال تم معارضة إرادة الولايات المتحدة في هذا الملف. أعتقد أن الجميع خائف، ونحن نتكلم اليوم عن رئيس حكومة برتبة رجل أعمال كبير، أعتقد أنه لا يتمكن من معارضة الإرادة الأمريكية بهذا الملف. طب ليه رحنا إلى تعلية السقف طالما نحن هذا نعيش هاجس الخوف؟ قلت لك اسمح لي من باب المتخصص قبل ما بلش بالحكومة. قبل ما بلش كانت خطأ كبير اليوم، خطأ كبير. قبل ما بلش بالرئيس ميقاتي اللي لم يكن رئيسا للحكومة وما كان أصلا مكلف، كان في رئاسة الجمهورية. حتى لما راحوا التفاوض، أعتقد عندما ذهبنا إلى التفاوض في شهر تشرين أيضا كانت الحكومة قد استقالت. صحيح. إذا كان من المعلوم أنه لن يتمكنوا من إمضاء هذا المرسوم. يعني ليش حملت الوفد المفاوض هذا السقف وأنت منك قادر تمضي على المرسوم؟ يعني صراحة في نوع من شيء غريب، يعني صار في تخوين لبعض الوزراء. وزير الأشغال خون أنا ذاك لأنه لم يوقع على المرسوم. صار في حملات في هذا الإطار. هذه الحملات والمناكفات على الإطار الداخلي دائما تحصل. ولكن الخطأ كبير كان عام 2011، وكمان أيضا هناك خطأ في وضع هذا الترسيم عام 2011 عندما قبلنا بال 860. أيضا هناك يجب أن نحقق في هذا الموضوع أيضا، كيف قبلت السلطة وقتها في الخط 860 الذي يعطينا 860 الخط 23. صحيح. أعتقد أن كل الموضوع اليوم هو خوف من ردة فعل الإدارة الأمريكية على هذا الموضوع. بس وين منطق السيادة لكان اللي البعض حزنان عليها اليوم، طالما أنه الخوف ومنطق الخوف هو الذي يتحكم اليوم ب يعني أن نتخلى عن جزء من حقوقنا البحرية بهذا الإطار؟ كان من الأحرى أن لا يذهبوا بهذا السقف كي لا نتعرض كي لا نضع أنفسنا بهذا الموقف الضعيف والهزيل ودائما نذهب سيدتي نحن إلى موقف نعرض سيادتنا فيه لأن تكون سيادة هشة دائما بسبب دائماً؟ الأخطاء السياسية يعني التي تجري. أخطأوا ولا راهنوا بشكل خاطئ؟ يعني اليوم حتى أخطأوا أو راهنوا بشكل خاطئ، يعني كان يراد من خلال هذا الموضوع، ربما كان يراد شيء آخر، إزالة عقوبات عن شخصيات لبنانية كانت تطمح أن مقابل هذا المرسوم أن لا نمضي هذا المرسوم مقابل أن ترفع عقوبات معينة عن بعده ساري المفعول؟ لا أعرف صراحة. لا لأنه اليوم يعني بحسب المسار اللي رايح عليه الأمور، يعني هلق اليوم الطابي أكثر بملعب رئيس الحكومة. طيب بس هو التوقيت كمان الإعلان الإسرائيلي، خلي رئيس الحكومة يدرس هذا الموضوع ويشوف ألي. أعتقد أن في لبنان دائما مخارج أيضا لهذا الموضوع. طيب واضح ما من وقع المرسوم وما منخسر واضح أننا نتخبط، واضح أنه بعد ما عندنا مقاربة موحدة. بس لكن كمان السؤال، توقيت اليوم الإعلان الإسرائيلي عن هذا التنقيب بهذه المنطقة المتنازع عليها كان يراد من خلاله ماذا اليوم؟
اليوم إسرائيل يمكن لنا كما فعلنا أن نذهب بشكوى إلى مجلس الأمن أو أن نراجع مجلس يحق الأمن، لنا ولكن أصلاً ما لا يحق لنا أن نذهب. هذا السؤال، إذا أنت منك يعني أنا بتأثر وأنت بتتأثري، ولكن أن نذهب للمحكمة أو نذهب للقانون أو مجلس الأمن عندما سيفتح مجلس الأمن الأوراق التي نحن قدمناها ومضيناها وأرسلناها إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة، سيرى أن إسرائيل غير مخالفة وهي تنقب في المناطق التي تخصها. صحيح. لأن إسرائيل اليوم تنقب ليس في الخط، ليس في 860 كيلومتر الذي أرسلناهم إلى الأمم المتحدة، تنقب في 2239. يعني عبد الله، لا يحق للبنان من أساسه أن يتقدم بأي شكوى طالما أنه نحن لم نوقع على المرسوم ولم نرسله إلى الأمم المتحدة. من الأفضل أن لا نذهب إلى الأمم المتحدة، ما أيضا قصة الذهاب إلى الأمم المتحدة هي خطأ أصلا. هي يجب أن تذهب إلى الأمم المتحدة بمرسوم موقع، لا أن تذهب إلى الأمم المتحدة بشكوى. بشكوى أنت لا يجب تقديم الشكوى، لا يجب تقديم الشكوى، قبل إرسال المرسوم الموقع، قبل تمضاء المرسوم. أوكي. كل هذا يؤدي إلى القول بأنه شو، قد نضيع الفرصة أو لم يأتي أو لم يحن إذا بدك بعد أوان الذهاب إلى حسم هذا الموضوع. أعتقد أنه لن نذهب إلى توقيع المرسوم، وأعتقد أنه سيكون هناك مبادرة لتأمين مخرج ما يؤمن التفاوض على 860 كيلومتر. يعني ضياع حق لبنان بمعنى بدل خط هوف وال 500 كيلومتر رح ننتقل لل 860 كيلومتر وبدون ما نوقع المرسوم، ربما ذلك، وايضا تسويات في مزارع شبع وتلال الكفرشوبه، يعني ترسيم بري وبحري مع العدو الاسرائيلي. يعني حيكون في تلازم للترسيمين البري والبحري، وهذا خاضع كمان ربما. اليوم عم تقول ربما، ولكن يعني ما بعرف قد ايه عندك معطيات في هذا الاطار، كانه خاضع لكل المشهد اليوم اللي عم يتحضر له او تتحضر له المنطقه. خيار الى الحدود الاخرى يعني والعلاقات مع سوريا، سمعنا انه في وفد وزاري سيذهب الى سوريا، وشفنا انه يعني بحكومه الرئيس حسان دياب كان اول زياره خرق كبير لوفد وزاري منذ 2011، ما شفنا هذا الامر بعد موافقة أمريكية للأسف. وحضرتك أنت من بعيدات كمان الوفد. نعم. الدرزي اللي التقى رئيس بشار الأسد، افتتحتوا موسم الزيارات إلى سوريا أم ماذا؟ في الحقيقة زيارة الوفد الدرزي إلى سوريا لا تحتاج إلى الضوء الأخضر الأمريكي. اليوم الأمير طلال أرسلان ومعه الوفد يذهبون إلى سوريا دون أخذ الإذن لا من الولايات المتحدة ولا من أي طرف، بسبب وجود علاقات تاريخية طبيعية بين الطائفة الدرزية في لبنان والطائفة الدرزية في سوريا. لكن وعلاقة توقيت فرض علامات استفهام. لا عفوا، توقيت أيضا ترى علامات استفهام. هلق سكبت بهذا الوقت أنه كان في تحركات على مستوى الإقليم، وإجا اليوم سماحة السيد يعود الفضل لسماحة السيد حسن نصر الله الذي استجلب النفط من إيران وتحدى جميع الدول التي كانت تعارض ذلك، مما حرك السفارة الأمريكية والإدارة الأمريكية وأعطت الضوء الأخضر للوفد الوزاري اللبناني ليذهب إلى سوريا. ثقبت هذه الأمور كانت مع بعض أو فارق يوم بين هيدي بهيدي. صحيح. بس زيارة الأمير طلال ما بدها كان ضوء أخضر ولا يتحرك. بس الفارق أنه أنتوا التقيتوا رئيس بشار الأسد، هن لم يلتقوا رئيس بشار الأسد وتتركب كثير من التحليلات على هذا الحقيقة الموضوع. في تقصد بعدم لقاء الرئيس بشار الأسد؟ في الحقيقة أرى أن هناك كان تقصد كبير من الرئيس بشار الأسد في استقبال حافل الأمير طلال أرسلان. كسر الرئيس بشار الأسد جميع قواعد البروتوكول في استقباله للأمير طلال أرسلان، قابل الوفد في الباحة الخارجية وأخذ صور وصور السيلفي مع الجميع، ورافق الوفد إلى الخارج، تعامل مع الجميع كأنهم ليسوا فقط أصدقاء، كأنهم أحباء، وكأنهم يعني كان عم يبعث رسائل محددة باتجاهات محددة. ربما أراد الرئيس الأسد أول شيء أنه هذه أن يعطي الحيثية أنه هناك تأييد كبير له في الداخل اللبناني، أراد أن يعطي صورة أيضا للأطراف للطرف الدرزي الموجود في الداخل، أراد أن يعطي صورة للعالم أنه قادر أن يحمي الأقليات. تعرفين أن اليوم الدروز هم أقلية في المنطقة إن كان في لبنان أو في سوريا، أراد أن يعطي هذه الصورة. بس ما بعرف عشان نعرف أن الأقليات تثير حساسية عند البعض يعني، وتحديدا عند وليد بيك جنبلاط. يعني مصطلح الأقلية يعني في الحقيقة نحن أقلية أصلا في المشرق العربي، جميعنا أقليات. يعني حتى السنة في العراق هم أقلية والشيعة أكثرية، الشيعة في سوريا هم أقلية والسنة هم أكثرية. يعني جميع هذا المشرق هو موطن الأقليات. بالنسبة لوليد بايك، يعني وليد بايك اليوم عنده رأيه السياسي وعنده شريحة واسعة وكبيرة، والأكبر هو يمثلها، له رأيه السياسي في هذا الموضوع،
ربما قد يحيل الوقت في المستقبل الى هلا اليوم في مصالحه وفي يعني وحده موقف يعني الجو لا يزال هناك العديد من الخلافات ولكن الجو ليس مأزوما، هناك العديد من التفاهمات او هناك امل في التفاهم اكثر. اليوم ان كان وليد بيك ولا الامير طلال ينظرون الى 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 الطائفه من منظار الصراع الموجود في الاقليم، المخاطر التي مر بها الإقليم على مدى 10 سنوات، التضامن هو من مصلحة الجميع. توقيت الزيارة مرتبط أيضا بمسألة مشيخة العقل مثل ما قال ولا خارج؟ في الحقيقة بالنسبة لمشيخة العقل كان هناك أنواع نوع من التواصل والتفاهم، ربما قد أفسد في اللحظة الأخيرة. اختار وليد بايك أن يمضي في تسمية دون مراعاة رأي الأمير طلال أرسلان بهذا الموضوع. الحالة كما هي حتى اللحظة، ولكن التأزم ليس موجود. اليوم الشيخ نصر الدين الغريب يمثل الشيخ العقل لجماعة الأمير طلال أرسلان والحزب الديمقراطي اللبناني، والشيخ سامي بالمنى يمثل الطرف الآخر. طيب بهذا الإطار كمان هذا يمكن سؤال مطروح على حكومة رئيس ميقاتي، وكان له موقف يعني أنه هو لن يذهب إلى سوريا من دون موافقة المجتمع الدولي. يمكن رجع يعني إذا بدك صلح الموقف بالقول بأنه لا يريد تعريض لبنان لأي نوع من العقوبات. هيدا شو قد يعني سنشهد اليوم تطور كبير على بمسار هذه العلاقة القائمة بين لبنان وسوريا، أم أنه لا كمان ننتظر نضوج عناصر التسوية في الأقليم؟ الحقيقة إن كان زيارة الوفد الوزاري الذي كنا نتكلم عنه جاءت متأخرة، وإن كان اليوم الرئيس نجيب ميقاتي سيزور سوريا أيضا سيأتي متأخرا، كان لابد من زيارة سوريا منذ وقت سابق للبنان خاصية محددة وكبيرة. نحن اليوم جيران مع سوريا، لدينا أزمة كبيرة هي أزمة اللاجئين، لدينا أكثر من 1.5 مليون في بلدنا، لدينا هواجس أمنية مشتركة، يجب أن يكون التنسيق موجود. أعتقد أن الرئيس نجيب ميقاتي أجاب بطريقة دبلوماسية، كنت أنتظر منه دبلوماسية أكثر في هذا الموضوع لأنه تعرض لانتقاد. يجب قراءة الصورة الإقليمية كان بشكل أفضل. اليوم الكل ذاهب إلى سوريا، لا يجب أن نأتي متأخرين كثيرا عن سوريا. العرب أصبحوا في سوريا، والأردنية والمصرية، نأتي دائما متأخرين. كان من الأفضل اليوم استغلال اليوم هذا الضوء الأخضر الأمريكي لعمل مبادرة اتجاه سوريا أفضل من هذا الموضوع. اليوم هناك إعادة إعمار في سوريا، يعني قانون العقوبات قيصر الذي وجد ليس من أجل الإطاحة بالرئيس الأسد، هذا القانون وجد من أجل منع إعادة الإعمار من قبل الصين وروسيا وإيران. يعني أي شركة صينية يعني بتجي تعمر بدي تتعرض للعقوبات. هذا القانون العقوبات سيبدأ بالتخفيض والانكسار تدريجيا بإرادة الولايات المتحدة من أجل إدخال العرب من أجل الإعمار. اليوم يعود العرب الخليجي ومعه مصر من أجل إعادة الإعمار في سوريا، وربما نشهد صورة مشابهة لما حدث في لبنان سنة 90 والهبة الاقتصادية والتسوية الكبرى على خلفية اتفاق الطائف. أنا بدي أتشكرك على هذه المشاركة معنا المرة الأولى بتسعون دقيقة. أهلا وسهلا فيك أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأيضا الأستاذ في المفاوضات استراتيجية دكتور فيصل مصلح. شكرا على تلبيتك الدعوة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. نلتقي الأربعاء المقبل وملف جديد في 90 دقيقة.